صباح الخير عليكم يا حبايبي. النهارده هنعمل العصبان او الممبار، وانا جايبه لكم الطريقه اهي كامله. ده بصل مضروب في الكبه، وعليه حبه وعليه قرن فلفل اخضر وملح ومرقه دجاج، كل ده مضروبين في الكبه تمام كده. حط عليه بس حبه بقدونس، وادي الخضره بتاعتنا غسلينها، خضره المحشي طبعا غسلينها غسله كويسه وصفيناها. وادي الطماطم بتاعتنا، انا بعمله ني في ني. واجي الرز بعد ما اتغسل تمام كده، اول حاجه ضربنا البصله، هنحط عليها الملح، هنحط عليها الفلفل الاسود، هنحط عليها بابريكا. انا بحب البابريكا دي، احطها في الاكل كله، بتدي طعم جميل جدا. واجي الخضره تمام كده، واحط الطماطم بتاعتنا بسم الله، الزيت، هندمج كله كده مع بعضه. طبعا انا عايزه اقول لكم، انا حاطه قرن فلفل احمر في الطماطم، وحاطه نعناع، بيدي طعم جميل قوي معانا وبيعلي التست. حلو كده. هنضيف بقى الرز بسم الله، هندمج كله مع بعضه. طبعا ام ادهم لسه بتغسل العصبان، لان احنا بعد ما بنغسله بنحطه في ميه ساقعه بليمون. تمام كده، ادي الخلطه بتاعتنا اهي بجمالها وحلاوتها وريحتها. استنوني وانتظروني لما اجيب العصبان وهحشي قدامكم. يلا اشوفكم كمان شويه. ورجعنا تاني. طبعا ام ادهم غسلت العصبان اهو، بقى زي الفل وزي القشطه وريحته ما اقولكوش. طبعا ادي العصبان اهو، وادي الخلطه، عشان احنا بسم الله ما شاء الله هنعمل النهارده 3 كيلو عصبان. ماشي كده، ادي الخلطه بتاعتنا اهي النهارده، وادي العصبان فاتحينه هنحشوه كده. طبعا بنقطعه حتت كلها قد بعضها، مش بنملى العصبان كله، بنفنط كده بايدينا، بننفض العصبانيه كده وبنوزعه كده بايدينا. ولا بقى محقن ولا عصبان صيني زي اللي بيجيبوه ده، احنا بنجيبه شغلنا كله من التلخوه اكيد، يعني كلكم يعني ايه عارفين التلخوه وعارفين شغلهم ايه. تمام كده، ادي العصبان بتاعنا اهو العصبان بعد ما اتحشى. طبعا احنا حاطين ميه على النار فيها بصله وفيها ورق لوري وفيها بتاع ده وفيها فلفل اسود. تمام كده، يلا مقدم عشان نقص. ولما الميه بتغلي ان شاء الله بنكون احنا حشينا العصبان معانا، بنحطه كميه كميه وبعد كده بنطلعوه على اساس كله ياخد سوا واحد. تمام كده، ادي العصبان معانا اهو بنحشوه اهو كده. اهو كده، وبنوزع بايدينا كده، بنضغط عليه، بنضغط 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 كده عليه. تمام كده، في طبعا العصبان اللي هو اللي الشيف بيقول عليه اللي هو اللي اسمه السيكو ممبار. السيكو ممبار ده اللي هو اللي بتقطعيه حتت صغننه خالص، بيبقى قد كده، بتتاكل الواحده بوحدتها بس. طبعا ده علشان خاطر اوردر لازم ياخدوا حقهم. انا طبعا ما بوزنش، انا بجيب الكيلو ببيعه كيلو كيلو قبل وبعد الحشو معانا. استنوني بقى شويه، طبعا انا وريتكم العصبان بيتحشى ازاي، وادي خلطه العصبان. استنوني وانتظروني بعد ما اسلقه واطلعه ان شاء الله هوريه لكم. هنفتح العصبان بتاعنا دلوقتي، يا جماله يا حلاوته،
يا جمالك يا ام جنى، ولا ريحته ما اقولكوش. ادي العصبان اهو، طبعا هو لسه في السوا لسه، لان انا بحب الاكل ده يتوطى عليه خالص. تمام كده، ادي العصبان بتاعنا ما شاء الله ما شاء الله، 3 كيلو عصبان، بس انا حاطه جزء جزء فيه. وعامله لكم مفاجاه النهارده، ايه هي يا ام جنى؟ دي ايه؟ دي كمونيه ام جنى اهي، ادي كمونيه ام جنى بالحمص. تمام كده، ادي الكمونيه معانا، هخلص وهقول لكم انا عملتها ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم، خلصنا الاوردر بتاعنا اهو، ادي شكل العصبان بتاعنا وهو مسلوق، هما مش عايزينه متحمر، والف هنا وشفا عليهم.